صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام. صباحنا اليوم مختلف لأن نطلع عليكم في حلقة نهاية الأسبوع اللي نحرص دائما أن نقدم فيها مادة صباحية تناسب صباحاتكم وين ما كنتوا. مشاهدينا نبدأ صباحاتنا بأبرز عناوين هذه الحلقة. رمضان فرصة لتغيير الذات. رياضات الدفاع عن النفس تجذب الشباب. حضور المناسبات والإتيكيت الخاص بها. بعد ما تعرفنا على عناوين حلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا الكرام، راح نخبركم بآخر أخبار الصحف المحلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. سلطان يشهد تخريج 649 طالبا في أمريكية الشارقة اليوم. يشهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة الأمريكية صباح اليوم في قاعة المدينة الجامعية في الشارقة احتفال الجامعة الأمريكية في الشارقة بتخريج طلبة فصل الربيع لعام 2017، حيث يبلغ إجمالي عدد خريجي هذا الفصل 649 طالبا وطالبة. مشاهدينا دائما يمكن حاكم الشارقة عودنا أن يكون متواجد في هذه المناسبات التعليمية أو الثقافية، وهو الداعم الرئيسي للتعليم في إمارة الشارقة. مشاهدينا الخبر الثاني، خيرية الشارقة تستقبل 30,000 صائم في 144 موقع. تفتتح جمعية الشارقة الخيرية بعد غد السبت كل مواقعها لاستقبال أكثر من 30,000 صائم وتوزيع وجبات الإفطار ضمن مشروعها الخيري إفطار صائم. أحد محاور الحملة الرمضانية جود، والمقرر تنفيذ هذا العام في 144 موقعا للإفطار. طبعا مشاهدينا تغطي كل مدن ومناطق إمارة الشارقة، وتستهدف الجمعية الوصول مع نهاية شهر رمضان المبارك إلى توزيع أكثر من 30,000 وجبة إفطار لتغطي احتياجات المحتاجين من ذوي الدخل المحدود. طبعا مشاهدينا في شهر الخير وفي عام الخير وفي دولة الخير يمكن جل المؤسسات الخيرية والهيئات الخيرية تكون هناك عدة مبادرات ومشاريع خيرية من أفطار صائم وغيرها من احتياجات المجتمع الإماراتي في هذا الشهر الكريم. طبعا مشاهدينا الكرام لابد أن يكون هناك خبر رياضي في صباحنا اليوم. محمد بن زايد يصدر قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة أبوظبي الرياضي. أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قرارا بإعادة تشكيل مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية. طبعا ممكن مشاهدينا في الجانب الرياضي أو في المجال الرياضي شاهدنا عدة تغيرات في الآونة الأخيرة من دمج أندية وغيرها. مشاهدينا هذه كانت جولة سريعة في أخبار صحف دولتنا الحبيبة. الآن ننتقل نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في دولة الإمارات والمنطقة الشرقية. ابقوا معنا. مشاهدينا بعد ما تعرفنا على درجات الحرارة المتوقعة في دولة الإمارات والمنطقة الشرقية ننتقل مشاهدينا المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل عشان نتعرف أكثر وبشكل أكبر عن حالة الطقس خلال نهاية الأسبوع. نصبح بالخير على المتنبئ الجوي عيسى الصريدي. أخوي عيسى صبحك الله بالخير.
صباحك الله بالنور والسرور. في البداية نحب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، صبح على المستمعات والمستمعين الكرام. نعم. أما بالنسبة لحالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم، فهو طقس صحو بوجه عام، وغائم جزئي ومغبر أحيانا، والرياح معتدلة السرعة تنشط ظهرا خاصة فوق البحر وبعض المناطق المكشوفة. نعم. تكون مثيرة للغبار والأتربة مع انخفاض في درجات الحرارة. تزداد الرطوبة نسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية شمالا. نعم. مع فرصة لتشكل الضباب أو الضباب الخفيف. نعم. أما بالنسبة لحركة الرياح فهي جنوبية غربية إلى شمالية غربية من 15 إلى 25 كيلومتر في الساعة، تصبح شمالية غربية من 25 إلى 35، تصل إلى 45 كيلومتر في الساعة بعد الظهر. نعم. وتصل إلى 55 كيلومتر في الساعة على البحر خاصة ليلا. أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على المدن الرئيسية بالدولة، العظمى تتراوح ما بين 36 إلى 44 درجة مئوية، والصغرى ما بين 25 إلى 32 درجة مئوية. نعم. أما عن حالة البحر، الخليج العربي متوسط الموج، وارتفاع الموج من 1 إلى 2 قدم قرب الساحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في العمق، يضطرب بعد الظهر ويكون ارتفاع الموج من 5 إلى 7 أقدام في العمق. نعم. أما بالنسبة لبحر عمان فهو خفيف إلى متوسط الموج بوجه عام، ويتراوح ارتفاع الموج من 1 إلى 2 قدم قرب الساحل ومن 2 إلى 4 أقدام بالعمق. نعم. أما بالنسبة للطقس المتوقع خلال اليومين القادمين، فيكون الطقس صحو لغائم جزئي بوجه عام ومغبر أحيانا، والرياح معتدلة السرعة تنشط أحيانا ظهرا على المناطق المكشوفة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتنشط فوق البحر مع انخفاض آخر في درجات الحرارة. تزداد الرطوبة نسبية خلال الليل والصباح الباكر على المناطق الساحلية شمالا، مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف. والبحر شديد الاضطراب إلى مضطرب الموج في الخليج العربي، يصبح متوسطا ليلا وخفيف إلى متوسط الموج بوجه عام في بحر عمان، ويضطرب ليلا. ونحب نحذر الأخوة الصيادين ومرتادي بحر الخليج العربي بعدم ارتياده ابتداء من ظهر اليوم نتيجة لاضطرابه هذا، والله أعلم. ونتمنى للجميع إجازة سعيدة. آمين يا رب. طبعا المتنبأ الجوي عيسى الصريدي، شكرا لك على هذه المداخلة. العفو. شكرا. طبعا مشاهدينا، بعد هذه المكالمة ننتقل إلى فاصل قصير ثم نعود، ابقوا معنا.